الملف الذي يفرض نفسه في هذه الأيام هو القضية الفلسطينية وقطاع غزة. كنتم سيد الرئيس قد دعوتم إلى أحرار العالم إلى ملاحقة الكيان الصهيوني ومسؤوليه على جرائمهم في قطاع غزة. هذه الدعوة نالت استحسان الكثير من الدول على ما يبدو، بدليل أن العديد من الدول انضمت إليها والعديد من المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية. سيد الرئيس، هل تتوقعون انضمام دول أخرى إلى هذه المبادرة؟ شكرا. هو قبل كل شيء نقيم تقييم إيجابي جدا ما قام به كل أصدقاء في مختلف الدول لما هبوا هبة واحدة بعد نداء الجزائر، لأن يقدموا مسؤولي جرائم الحرب والتقتيل الجماعي إلى محكمة الجنايات الدولية. إذا مشكورين، وأعتقد أن لأول مرة منذ 75 سنة بعد من ارتكبوا هذه الجرائم يفلتون من العدالة، لأول مرة بالأقل سيكونوا يقفون أمام العدالة من جهة. من جهة أخرى، احنا مثل ما قال أخي فخامة الرئيس أردوغان، نحن معا في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من ضحايا ومن بإيقاف القتال يسمح للعائلات باش تسترجع نفسها بعد الشيء البشع اللي يقوم به الجيش الصهيوني في غزة. إذن لأول مرة ما فيش إفلات من الجرائم، هذه خطوة، ربما خطوة اللي تخلي الأصدقاء في أوروبا والأصدقاء في كل الدول الأخرى أن أصبح ملح وملح جدا قيام الدولة الفلسطينية، هو الحل الوحيد والنهائي اللي يفصل نهائيا في الصراعات هذه اللي موجودة في الشرق الأوسط. وقلناها وقالها أخي أردوغان، الشرق الأوسط اليوم راه على فواهة بركان، إما نحل المشكل ولا ربما الأمور تأخذ مجرى آخر، ربما ما توقعها حتى واحد. ونتمنى إن شاء الله ينتهي العدوان على الفلسطينيين وتكون لهم دولتهم المستقلة إن شاء الله. احنا كنا بدأنا قبل مثل ما ذكرها لي أخي أردوغان، كنا متوقعين مش متوقعين الجرائم اللي هتوقع اليوم ضد غزة، ولكن عرفنا باللي وتيقنا مثل ما تيقن تركيا شقيقة على أن حل فلسطيني يبدأ أولا بالمصالحة بين فصائل فلسطينية. وصلنا إلى حد كان ممكن يدينا إلى أبعد ذلك، مع الأسف توقفت الأمور ومش حنا السبب، الله شاهد. أتمنى إن شاء الله باش نعاودوا نسترجعوا اللحمة تاع الفلسطينيين كلهم بكل فصائلهم، ونصل إلى إنشاء الدولة الفلسطينية في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. وشكراً.